مرحبا بك في الوحدة الثانية. ستقدم لك هذه الوحدة المهارات والمعرفة اللازمة لفهم كيف ولماذا يمكن أن تسوء أوضاع السلامة في مكان العمل. بنهاية هذه الوحدة سوف تكون قادرا على فهم أولا كيف تسوء الأمور في الموانئ، وثانيا لماذا تسوء الأمور. مرة أخرى نعود إلى الصني باي. بفضل توجيهاتك ستصبح الصني باي بيئة ميناء أكثر أمانا مع وجود عمليات إدارة مخاطر مناسبة. وتذكر أن السلامة في مكان العمل هي مسؤولية الجميع بما في ذلك أنت. يمكن لمعرفتك أن تساعد الميناء الذي تعمل به على زيادة الوعي بمخاطر مكان العمل وفهم الظروف التي تخلقها، ويمكن أن تمنع وقوع الحوادث وأن تنقذ الأرواح. لنبدأ سوياً.